2012، حقق معاهم دوري ابطال افريقيا 2016، حقق معاهم سوبر افريقي، حقق معاهم كاس السوبر، حقق معاهم برضو الدوري في جنوب افريقيا، يعني عامل معاهم نجاحات الراجل الموسيماني دوت. وهم واضح ان هم في المباريات اللي على ملعبهم في دور المجموعات يعني بيحققوا، كسبوا الثلاث ماتشات، كسبوا لوبي ستارز 3، كسبوا الوداد 2-1، كسبوا اسك 3-1، يعني على ملعبهم المباريات بتبقى فرقه قويه وهنتكلم عنها. ولكن برضو بره ملعبهم بيخسروا، يعني خسروا من ليجو ستارز، خسروا من الوداد، اتعادلوا مع اسك، يعني هم برضو في المجموعات كانوا اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، وتاهلوا يمكن هم صعدوا تاني بفرق المواجهات المباشره عن الوداد. دي حاجه تاكد لك ان الفريق ده فريق قوي جدا. طبعا تشكيلهم المتوقع النهارده يمكن هم بيلعبوا 4-4-2. اول حاجه في حراسه المرمى دينيس اونيانجو، ده حارس منتخب اوغندا وافضل حارس في قاره افريقيا 2017 و2018. التشكيل على الشاشه اهو، اونيانجو ده حارس منتخب اوغندا، يمكن مستواه قل برضه في السنه الاخيره يعني تحديدا، ولكن هو في السنتين الاخيرين كان يعني ايه، كان افضل حارس في افريقيا. الاربعه اللي ورا طبعا هو عنده الباك اليمين نجونجا، ونجونجا ده النهارده الاقرب ان هو يبدا بيه، وهنتكلم وهنقول ليه. قلبين الدفاع ارانديس وليبوسا. ليه ليبوسا هيبدا مش المدافع البرازيلي ناسيمينتو؟ لان ناسيمينتو مصاب، تمام، كان عمل عمليه اللوز فهيغيب عن المباراه، فالاقرب الاثنين دول. الباك الشمال لانجيرمان ده 32 سنه ولعب قدامهم قدام نادي الزمالك في النهائي الافريقي 2016. الاثنين الارتكاز دول ثابتين ما بيتغيروش، مابوندا وكيكانا ومابوندا. الاثنين دول ادوارهم مختلفه شويه، أيوة. يعني الاثنين دول مش احنا دايما متعودين الاثنين ارتكاز واحد بيدافع وواحد بيهاجم، لا، الاثنين دول بيدافعوا سوا وبيهاجموا سوا. خاصه تحديدا كيكانا دوت يعني اللي هو الكابتن 33 سنه، دايما معدل محاولاته على المرمى كبير، دايما بيسدد. النقطه دي مهمه قوي. الجناحين مورينا ده اصلا باك يمين، هو غالبا النهارده هيوظفه كباك يمين لغياب لافور اللي هو الجناح اليمين بتاعهم الخطير. ناحيه الشمال زواني رقم 18 ده هداف الفرقه وهنتكلم عنه دلوقتي، جناح خطير مهم جدا. الاثنين اللي قدام اخطر لاعب في الفرقه سيرينو اللي هو اللاعب الاورجواي اللي عنده 28 سنه رقم 10، ده نحط عليه دايره، ومبوي رقم 25 وده هداف الفرقه في الدوري، جايب 8 اهداف في دوري جنوب افريقيا. نعم، نحط كده دايره على اخطر اللعيبه عندهم قبل ما نتكلم. سيرينو اللي هو المهاجم رقم 10، رقم 18 زواني اللي هو الجناح الشمال، دول يمكن اخطر اثنين، ويجي من بعدهم مبوي اللي هو المهاجم. طبعا احنا قلنا في التشكيل المتوقع عندهم لافور غايب، فايه الاحتمالات اللي ممكن، يعني لافور ده الجناح اليمين، جناح يمين مميز، ايه الاحتمالات اللي ممكن الراجل موسيماني يعملها في غياب لافور، لتعويض غياب لافور؟ اول حاجه زي ما قلنا كده ان هو يبدا بنجونجا ويدفع بمورينا كوينج يمين، ده اول احتمال. الاحتمال الثاني في جناح اسمه لاكاي، ده جناح شمال بيلعب ناحيه الشمال، يقوم محول زواني اللي هو الجناح الشمال ناحيه اليمين ويجيب لاكاي، لكن في الاغلب ان الطريقه مش هتتغير، يعني طريقه اللعب 4-4-2 هي مجرد هذه الطريقه. تمام، خلينا نخش بقى في كيف احرز سان داونز 9 اهداف في دور المجموعات. ده كلام مهم جدا، عشان برضو زي ما قلت لحضراتكم لو تفتكروا المره اللي فاتت في مباراه الاتحاد والاهلي، قلت لحضراتكم كيف يمكن او كيف احرز النادي الاهلي، او دائما ما يحرز النادي الاهلي اهداف في الدقائق الاخيره من عمر المباراه، ودائما ما يدخل في النادي الاتحاد السكندري اهداف من عمر المباراه، وده اللي حصل بالفعل.